السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا في الفيديو تاع اليوم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد في قناتي. بون البنات، قبل ما تبداو تشوفوا لا فيديو ما تنساوش تدعموني بامتي لايك كتشجيع وكومنت وسبسكرايب. ما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش البنات باش تلحقكم شاك نوتيفيكاسيون تاع فيديو جديد تاعي. فوالا البنات، هنايا كنت فتحت معاكم لا فاليز تاعي. بون هذه يعني سي با انتريسون بزاف، بوك وريت لكم هكا. بوك البنات هذو ديجا كنت وريتهم لكم من قبل كي شريتهم من الجي. شوفوا البنات شحال رفدوا لي، وريت لكم بك شحال رفدوا لي وينظموا لك لا فاليز تاعك اللي فياجيو بزاف ولا تسحقيهم في الجهاز ولا. شوفوا البنات شحال رفدوا، انايا درت لي النويزات والقمايج جيتو، وفي الاخرى درت كل شرفتت لي كامل لي سوفيتمون ديالي ويرفدوا وينظموا لك لا فاليز. جوغ ماشي تلوحيهم هكذاك ويشدوا لك كامل البلاصه في لا فاليز، يجوا بزاف منظمين. بون هنايا البنات كنت دات لي بول تاع راجلي تما. فوالا هذه لا فاليز مازال شويه وقتها، كي يلحق وقتها راني نقول لكم الواش راني موجدتها. فوالا البنات، هنا ثاني ستوريت لكم ديت واش ديت في لا فاليز هذه، يعني موجدتها كامل واش ديت واش ما ديتش. بون هذا كوفغولي وهذا ما حبيتش نفتحو. كي حققتو البنات راني نقول لكم. فوالا هذو لي ديسوندو لي كنت شريتهم، وهذه ثاني الطابيه، وهذو البنات لي سيت دو طابل لي كنت كومونديتهم ديجا عند اني بارطاجيت لكم الخدمه تاعها في فلاشين تاع يوتيوب. اللي حبيت تشوف الخدمه تاعها تشوف في الفيديو اللي في الفيديوهات اللي فاتوا. فوالا شوفوا الخدمه تاعها شحال شابه. هنايا كنت كومونديتهم هذو باش نديهم معايا لداري. كاين 6 تاع كيسان، 6 تاع طباسه، و 6 تاع لي بابيي طورشون. فوالا انا خيرتهم فلا كولور نوار اي بلون لي تماك شغل اي طابله تجي بها تجي معاها شابه. فوالا البنات، دونك انا عاود سقمتها لا فاليز هذه كامل. هنايا سي با انتريسون بزاف. فوالا فوالا البنات، هنا نوري لكم النوع تاع لا فاليز هذو شيتهم من الجهاز. شيت منهم ثلاثه، يجي وحده كبيره وحده متوسطه وحده صغيره، وبالكود، وهي انكاسابل وبزاف سوليد وترفد لك بالبزاف. ولو بري تاعهم كان 22 ولا 23 جنيه و300 في ثلاثه. فوالا البنات، هنايا لا فاليز اللي كان جاب لي راجلي في الفيونساي تاعي. فوالا هنايا فتحت لا فاليز تاعي يعني مخبيه شويه منها للجهاز، قلت نبارطاجيها معاكم ونوري لكم. اول حاجه البنات خبيت فيها هذا المصحف، شوفوا شحال شباب وبلا بوط تاعو. انا عجبتني لا بوط تاعو كيفاش جاياك، شغل يحتفظ الداخل بزاف. فوالا داك شريتو 45000 هكا كومبلي. وتانيت هذا السورتي دو بان اللي فيه ما حبيتش نحلو كامل باسكو نحصل فيهم بعد، فيه سربيته صغيره سربيته كبيره مع البينوار ديالهم تاع لعبه فلا كولور ماف اللي كانوا جابوا ليهم هما تاع نيت. فوالا كنت مخبياتو هنايا. وهنا البنات راني نوري لكم شويه من لي روب اللي خبيتهم. تما ما وريت لكمش كلش، انا فتحت معاكم فاليزه وحده دوك. اشاك فوا كل ما نجي نفتح حاجه نبارطاجيها معاكم. داكوغ، دونك اول حاجه هنايا هذا البدرون، وريت لكم هذا البدرون اللي يجي هكا من تحت الخدمه تاعو، هو فلودا قطيفه ومن الفوق يجي هكا. القماش تاعو بزاف هايل، شوفوا يدي كيفاش مخدومين وبلاسانتور هادو بزاف شباب. ولا كولور تاعو في الفير ماشي كما راهي باين لكم في لا فيديو. فوالا وزوريت لكم ثاني هذه الغوب تاع الدار، جايه ستيل كابيل وهي ثاني سخونه بزاف وجايه قطيفه في البلوني. ودوكا نزيد نفتح معاكم الجهه هذه اللي فيها ثاني لي غوب. عندنا هذه لا غوب ثاني تبري كامل هاد لابغيونس هذه. فوالا هذه تاع مناسبات ولا كي تكون عندكم عرس في الدار ولا، جاي إلاستيكي هكا تلبس وشابه الموديل تاعها بزاف شباب. فوالا جاي هكا لا كولور تاعها في الموف بلا سانتور. هذه اول حاجه. من بعد عندنا ثاني هذا شي قفطان، مي ما باليش كيفاش نقول، المهم غوب هكا تاع قاعده ولا شيبو. جاي تاني هكا في لو بلو نوي تاني تفدا. فوالا جاي هكا من تحت بلاسانتيغ تاعو، اليدين تاعو عامل كيفاش دايرين.
وثاني هذا القفطان اللي كنت ديجا بارطاجيته معكم جابوه لي هما، فوالا ما حبيتش نحلو باسكو ديجا بارطاجيته معكم. وثاني عندنا هذه لاغوب ثاني تاع الدار، هاي لي كيفاش جايه سامبل بزاف ما فيها والو. ثاني تاع قطيفه هذو تسمى لا بليبار تاع الشتا، لي روب تاع الشتا اللي عندي فوالا في البلو نوي. وعندي ثاني هذه روبا ثاني ثاني تاع قطيفه، والتيسو تاعها بزاف هايل وحرير هكا وتحسيه سخون ومخدوم هكا فيها الموتيف صدر تاعو جايش بزاف شباب، يديه جايين 3/4 ومن تحت في هذو لي بابيون هكا فوالا. ثاني كي تكون عندك شي مناسبه باسكو راهي تاع العقاش هذا يدو فوالا. و ابري نبارطاجي معكم لي روب كابيل تاعي اللي ديتهم معايا، وماشي كلش البنات قلت لكم غير واش كاين في لافاليزه هذه فوالا. هذه اللي كنت ديجا لبستها في العراس، لبستها في العراس بزاف ونحبها باسكو خفيفه بزاف وماهيش ثقيله، جايه في الفيغ فوالا. فوالا خدمتها بزاف شابه. والبلاد ثاني تاع هذه ما عنديش بزاف ني خيطه هذه باش نديها معايا ثاني بزاف شابه. تيسيو هذا كان جابتو لي ماما و تاع الحرير وبزاف هايل ثاني مخدوم هكا في البلو، كنت خيطها فوالا كيفاش جاتني الخياطه تاعها درتها سامبل. هذا الحزام تاعها كي تتلبس تجي ماخر فوالا. وكان عندي ثاني هذا الحزام ثاني اللي يجي مع روبات قبايل كامل، كي ما تحبيش ديري حزام تاعها ولا ديري هذا بزاف هايل، هو يجي طويل تسمى دوريه شحال من خطره فوالا. وتاني عندي هذه لاغوب اللي كنت شريتها هكا واجده ما خيطهاش، لقيتها بروموسيون عجبتني شريتها، جايه بزاف شارجي من تحت وهي في التيسو تاعها ساتان، ساتان هي في الجون ويديها فولاغ فوالا. نبعث لكم هنايا باش تشوفوا بيان فوالا كيفاش جايه، صدر تاعها في الفي ابري يديها مشي طوال حتى لتحت وجايين فولاغ بزاف شباب الموديل، وشنو من تحت جايه شويه ثقيله. فوالا كيفاش جايه من تحت البنات، جايه شارجي شويه شتو. وهذا الحزام تاعها جاي خشين تانيت فوالا البنات. هنايا كنت دايره الحلوه هذه في لافاليز تاعي، يقول لك حاجه مليحه كي تكوني تخبيها في الجهاز تاعك ولا اي صابونه. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاع اليوم البنات، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش البنات ديروا لي جيم وابوني اذا ما كنتوش مابونيين معايا. باي باي نحبكم.